يلا حيهم. وبدون مقدمات، هذا شاب أحضر لمستشفى الأمل في مدينة الرياض، وأول ما دخل المستشفى حطوه في العناية المركزة على طول. حالته كانت حرجة جدا، هذا الشاب قاطع عروق يديه، هذا الشاب كان يحاول أنه ينتحر. وبعد يومين بعد ما استقرت حالته ورجع لإدراكه، كان يقول شلون أنا كنت بنتحر؟ شلون أنا قاطع عروق يدي؟ للأسف الشديد الكثير من الشباب والشابات يتعاطون حبوب الزناكس أو غيرها من المهدئات، والبعض للأسف مع تعاطي حبوب الزناكس أو الزينكس يحشش، وفي هذه الحالة الأثر يكون خطير جدا. في مؤشر خطير جدا بالسنوات الأخيرة هو تزايد تعاطي الأدوية الخاضعة للرقابة مثل المهدئات وغيرها من الأدوية النفسية. طبعا هذه الأدوية تعطى للمريض بوصفة طبية رسمية من بعض المستشفيات المحددة. طبعا هذا الدواء يعطى لمرضى القلق ونوبات الذعر، ويعطونه أحيانا للشخص اللي في غثيان، وكذلك يعطونه لمرضى السرطان بسبب العلاج الكيماوي. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين يا رب. طبعا الزينكس يجي بأشكال وأحجام وجرعات مختلفة، يجي بربع ملي جرام، يجي بنص ملي جرام، يجي بواحد واثنين ملي جرام. هناك إساءة استخدام للأسف لهذا الدواء ومن دون إشراف طبي من قبل الشباب والفتيات والنساء. وإذا قلت له يا أخي ما يصلح تأخذ الكميات هذه كلها من حبوب الزينكس من دون إشراف طبي، يقول لك يا أخي ترى هذا علاج، لو أنه مو علاج كان ما جابوه بالصيدليات عندنا. هذا أكبر غلط، حتى لو كان علاج ترى فيه أضرار، والكمية محددة، يعني الكمية اللي يصرفها لك الدكتور وبوصفة طبية، تجي أنت تأكل لك صديرة كاملة وتقول هذا لو أنه مو علاج ما جابوه بالصيدليات، أكبر غلط. ترى اللي تعالج بالزينكس أو الزينكس، أنا ما أدري متى أنطقها صح، يكون في كورس تحت إشراف طبي، يعني الطبيب في اليوم يصرف له ربع أو نص أو حبة، مستحيل يعطيه كمية كبيرة. الطبيب يكون حذر معه مثل اللي يمشي على الشوك، ما في أمل يعطيه كمية كبيرة. وأنت يا زاحف فالأم أمها تأكل في اليوم 5 حبات وممكن قصديرة، ولا ومحشش بعد، وتقول ده ما علاج، ليه تحذرون منه؟ من الأضرار اللي ممكن تسببها حبوب الزينكس، طبعا الأشخاص اللي يستخدمونها بكثرة ومن دون وصفة طبية، أرق وخلط ذهني، نوبات نعاس وفقدان وعي وأغماء، اختلال القدرات العقلية وفقدان الذاكرة، الضعف الجنسي، ارتفاع ضغط الدم، ميول انتحارية بسبب اكتئاب حاد، تشنجات وفشل في الجهاز التنفسي، وسكتة قلبية، وربما تؤدي فيك إلى الوفاة، حوادث مرورية شنيعة أثناء تعاطي السائق. تبيني أعطيك بعد؟ ترى عندي ورقة للسقف. ويجيك واحد زاحف ياخذ قصديرة كاملة يقولك لو ان علاج كان ما جابوه بالصيدليات. الشاب المدمن على تعاطي حبوب الزينكس اذا انقطع عنها فترة قصيرة يصير عنده اثار خطيرة جدا، يصير عنده قلق وارق واكتئاب وتوتر واثار انسحابية شديدة، لان جسمه حرفيا يعتمد على هذه المادة. في هذه الحالة لابد العلاج الطبي. اعتقد العلاج الطبي ان اول اسبوعين يتم سحب السموم من الجسم بالتدريج ويتحكمون بالاثار الانسحابيه، وكذلك العلاج النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي، يعني جلسات اقناع لتغيير الصحبه السيئه. واهم علاج هو العلاج الايماني والروحاني لتقويه الايمان والخوف من الله سبحانه. البعض ممكن يسال يقول هل في علامات تدل على ان هذا الشخص يتعاطى حبوب الزينكس او الترمينادول أو غيره من المهدئات؟ أنا راح أذكر العلامات اللي أنا متأكد منها. أولا الكسل، النعاس، تلقى دائما كسلان وفي نوم، مفهم وهو مركز، ينسى كثير، كلامه بطيء ومو مفهوم، لدرجة إذا قلت له ها وش تقول أرفع صوتك يقول لك من قال ها سمع، أصلا هو لو ما يدري وش قال وتقول له عد كلامك يقول لك أنا والله ما أدري وش قلت. فهمت؟ علامات الإدمان ليست أدلة اتهام، بل هي مؤشرات تظهر بسبب إدمان أو مرض من الله سبحانه، مرض طبيعي، يعني مو بأي واحد تظهر فيها العلامات نقول عليه أنه مدمن، لا، هنا أكبر غلط. هذا شخص مدمن على حبوب الزينكس، يقول كنت أتعاطى لين لذع مخي، يقول لين يوم من الأيام طلعت في الشارع يقول وأشوف كل اللي في الشارع ضباط، استغفر الله. يقول بعدها قعدت في البيت ما عاد طلعت لمدة شهور. كثير من الأشخاص اللي تعالجوا
أخذوا كورس مدة شهر تحت إشراف طبي، وبعدها أمورهم صارت تمام ما شاء الله تبارك الله. أنت بإمكانك تعالج، لا تقول أنا مدمن، أنا أحس بأثار انسحابية إذا ما أخذت هذه الحبوب، أنا أحس بقلق، أحس بتوتر إذا ما أخذت هذه الحبوب، أنا إذا ما أخذت هذه الحبوب ممكن أنتحر. لا لا، ترى بإمكانك التعالج، مثل ما قلت كثير من الناس اللي تعالجوا وافتكوا من هذا البلاء. أنا داري أن هذا الكلام يضايقك، لكن أبي لك الخير وأنا أخوك. نصيحة أخوية، انتبه لحياتك الاجتماعية والعملية، ترى تعاطي المخدرات يخليك مثل الحيوان أجلكم الله، لا عندك لا غير على دينك ولا عندك غير على أهلك. وليت صوتي يوصل، أسأل الله أن يحفظ المسلمين يا رب من هذا البلاء. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، إن أحسنت فمن الله، وإن أخطأت وسأت من نفسي والشيطان. السلام عليكم.